يا كابتن حسين، اهلا بيك. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك، انا ابراهيم المنيسه. تحياتي ليك وتحيات الاستاذ ابراهيم. هو الاستاذ ابراهيم اللي كان بيقول لك مني، كان استاذ ابراهيم بتاع فرنسا. انت الحقيقه من 5 6 شهور حلفت لي ان انت مش هتيجي الا للنادي الاهلي، وكنت عند الكلمه بجد والله. الحمد لله الحمد لله، قد كلمه القران استاذ ابراهيم. حسين ألف مبروك ليك. ألف مبروك ليك، والحقيقة أنا كنت لسه بقول للمهندس عدلي التضحيات اللي أنت ضحيت بيها وإحساس الجمهور بحبك للنادي الأهلي بجد يعني دخلك في قلب القلب وأنت جاي من جوه العين كمان. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. والله يعني أي حاجة فات النادي الأهلي طبعًا. وحاجة لو عملنا إيه مفيش حاجة تغلى عن النادي الأهلي. أهم حاجة إن كنتوا تكونوا بإذن الله تعيدوا السيرة العطرة لجيل بداية الألفية الثانية، وعندكم الإمكانيات والمقومات، والفريق دلوقتي متجانس ومكتمل، وبإذن الله لعيبة تقيلة كبيرة كمان ما شاء الله. أنا عارف العبء والتوقع اللي الناس حطاها عليك ده بيديك مسؤولية. طبعا طبعا بتديني مسؤوليه، بتديني مدافع اهم حاجه يعني. طبعا يعني دي حاجه انا حاسسها، ودي حاجه انا بشكر الجمهور عليها، وان شاء الله. قول لي يا كابتن، نقدر نحقق حاجه ان شاء الله للجماهير والاداره طبعا. للاداره، قول لي ايه اللي دار بينك وبين الكابتن الخطيب؟ والله طبعا يعني كابتن الخطيب رمز كبير وحاجه كبيره طبعا يعني الوطن العربي ومصر كل حته في العالم. الخطيب طبعا كلمني وكان عايزني اجنب الاهلي عشان خاطر قلت له طبعا عايز اجي كده. الحمد لله يعني كابتن الخطيب حاجه كبيره، ما حدش يقدر يفوت له طلب طبعا. وبارك لك بعد ما العمليه انتهت تماما. الحمد لله الحمد لله. طيب يعني خلاص المهندس عدلي عنده كواليس، بس انت عندك حواديت كتيره، انت قبل كده مضيت للاهلي مرتين وفضلت مستني لغايه لما سافرت مش كده؟ لحد دلوقتي يمكن داخل لحد دلوقتي في 5 سنوات مع النادي الاهلي. دي تالت، دي رابع محاوله مش كده؟ ما اشتريت دخان والمقصه مرتين، ودي مره، ودي مره خمسه طبعا. دي المره الخامسه. بقول لك كان في محاوله انك تيجي من ايام الشرقيه للدخان. الدخان من ايام الشرقيه للدخان. ولكن النصيب ما حصلش نصيب. الحمد لله يعني ربنا رايدها في وقت معين الحمد لله. الجمهور قال لك ده القدر يعني مأجلة عشان تيجي يوم 6/1 امبارح. سبحان الله. قول لي بقى، وانت في عز نجاحك في العين، يعني مش كتير الناس تقدر تشعر بده، انت في قمة النجاح مع العين وهو نادي كبير ونادي محترم، وبتلعب بطولة كاس عالم وبتلعب فاينل كاس عالم، لكن ما بعدتش عن التفكير في الاهلي. لا لا والله طبعا يعني اداره العين المحترمه طبعا يعني انا ما اتكلمتش معاهم غير بعد كاس العالم بصراحه، لان هم كانوا انا عارف الموضوع. لا احنا احترمنا انك تركز طبعا في كاس العالم. طبعا طبعا فطبعا يعني انا احترمتهم جدا ومحترمهم، وكل شويه افضل اشكرهم طبعا اداره العين وكابتن حماد والجماهير واللعيبه، افضل اشكرهم طبعا. والاستاذ سلطان طبعا راجل نعم، والاستاذ سلطان برضو راجل متعاون ورئيس النادي طبعا. الحقيقه حسين الحقيقه وانت راجع المره دي من الامارات، الجمهور ركز انه الصوره اللي واضحه في المطار ان راجع بعدد كتير من الشرط ومعاك اسرتك، فقال لك لا ده جاب عزاله معناها انه خلاص ناوي يقعد. انت كنت فعلا حساباتك انك انت جاي تقعد فعلا؟ يعني كنت خلاص يعني حساباتي اللي انا ان شاء الله حاسس ان انا هكمل ان انا ارجع الاهلي وخلاص يعني. هي اللقطه دي بقى يا حسين بينت اللي خلتني اتفائل. انه لقطه المطار دي لما اغراضه خلاص لما عجبها. ما الحمد لله انا كنت كده بحب. اللقطه دي اصلها شفتها قبل كده من الكابتن احمد حسن في مطار بلجيكا، واحد كلمني قال لي ده الكابتن احمد حسن نازل معاك كميه شنط، قلت له يا فرج الله ما دام جايه بالشنط كل اللي بحاسس يبقى جايب شنطه كلها. صحيح. طب قول لي بقى يا حسين، انت الناس كلها اتكلمت على تضحياتك، لانه فعلا حتى الكابتن محمد ابو تريكه وهو بيشيد بيك قال ان انت فعلا اخترت الاهلي واخترت جمهور الاهلي، مش ما اخترتش الماده، الاغراءات كانت كبيره عندك اكيد.
والله يعني طبعا يعني كابتن محمد ابو تريكه لما يتكلم عني حاجه زي كده فدي حاجه كبيره وحاجه كويسه جدا. يعني بتديني دافع كبير جدا، وانا يعني قلت قبل كده وهقول اي حاجه كده الاهلي طبعا النادي الاهلي كبير وباذن الله ما تلقاه من حب ما تلقاه من حب هيعوضك وهيكون سبب انك كل شيء يعني قدمته عشان تيجي النادي الاهلي هيرجع لك اضعاف باذن الله. ان شاء الله يعني يرجع اضعاف في الوقت ان شاء الله. طيب يعني حاجتين النهارده مهمين جدا اكيد عندك اكتر منهم، قعدتك مع مستر لاسارتي ايه اللي حصل فيها؟ والله كان بيكلمني صراحه يعني قابلني بشكل محترم، وهو كان في التابع حبيبي وقال لي انا متابعك وعارف تراك كويس، انت لعيب كويس وكده وربنا يكرمك ان شاء الله وتقدر تساعد فينك وتساعدنا وتعمل هنعمل حاجه كويسه مع بعض وان شاء الله انا عارف انت عشان تيجي الاهلي، وكان هو عارف كل حاجه وقال لي الناس كانت متمسكه بيك كلهم وكله كان عايز يدفع من جيبه عشان خاطر انت تيجي، فالحمد لله يعني فهو كان عارف كل حاجه يعني، فقال لي ان شاء الله ربنا يكرمك معانا ونعمل حاجه كويسه كلنا مع بعض يعني. محمد اخوك طبعا اسعد الناس دلوقتي. طبعا محمد اخويا مبسوط جدا. لعب كوره يا حسين محمد برضو ولا؟ نعم لعب ولا ما لعبش؟ بيلعب بس مش قوي، بس بيلعب على قده. لا بس الحقيقه يعني هو محمد اهلاوي من مشجعين الدرجه الثالثه. ما خلاص واضحه. البيت كله هتلاقيه كده. يعني بيروح اكتر مني. بالظبط يعني ما شاء الله. يعني ده حسين لما كبر. قول لي كمان انت بعد اللقطه دي رحت تتصور عند دولاب البطولات في النادي، يعني كان تفكيرك ايه؟ بس طبعا يعني اخويا على طول موجود في الاستاد والله، يعني حتى اما انا ما كنتش بروح فتره الاستاد هو كان دايما بيروح وكان دايما موجود مع الاهلي في كل مكان. بيروح يعني في افريقيا و طيب رحت اتصورت مع درع الدوري ودولاب البطولات. ايه بقى يعني ايه الرساله اللي عايز تقولها؟ عقبال ما يشيله والله احنا جايين ان شاء الله نحقق افريقيا والدوري وكاس نحقق كذا بطوله ان شاء الله مع بعضينا انا وسعيده، وان شاء الله نقدر نحقق ان شاء الله افريقيا في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شايف الدرع ده بعيد السنه دي؟ نعم. شايف صوره درع الدوري ده وانت مع الدرع بعيده السنه دي ولا شايف المنافسه عامله ازاي؟ مفيش حاجه بعيده عن النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود ده ياخد بطولات، النادي الاهلي متعود ده هو يرفع في اي وقت، فان شاء الله مفيش حاجه بعيده وان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله. الحقيقه انت تستحق كل التحيه والف الف مبروك ليك الاهلي والف مبروك لجمهور الاهلي كله يا حسين. الله يبارك فيك، الف مبروك علينا كلنا والله. الف مبروك واهلا بيك، وان شاء الله اللي انت عملته ده دي بدايه نجم كبير جدا، لانه اللي سكن قلوب الجماهير بكل الحب ده يستاهل ان شاء الله كل الخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يلا بقى كده روح استعد للمشوار اللي جاي باذن الله. ماشي ان شاء الله. شكرا للكابتن حسين الشحات نجم النادي الاهلي.